السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جاي النهاردة أتكلم معاكم عن حاجة مهمة جدا، وهو الشذوذ الجنسي. في فيديو معايا هعرضه لكم على الجنب، اتفرجوا عليه. الفيديو ده بتاع واحد شاذ قابل 3 أطفال لسه محدش فيهم مفكر يبقى يعني ايه شاذ أصلا، أو يعني ايه جنس أساسا. مسكهم هما التلاتة، اعتدى عليهم جنسيا في وسط النهار في عربيته. هو ده بقى معنى كلمة شاذ الحقيقي. مسك الطفل، عمل معاه حاجة زي كده. الطفل لما يكبر هيحصل فيه أزمة نفسية عنده، هيبدأ بقى يفكر هو ايه ده، او مش ايه ده، او ليه كده، او حاسس ان الاحساس ده ليه، او ليه حصل معاه كده. بعد كده هيبدأ بقى يكرر، يا اما يبقى سلبي أو يبقى إيجابي ويعمل نفس اللي عمله فيه الراجل ده ويسيء من كل اللي حواليه، أو يبقى عنيف مع اللي حواليه. إنما الشخص الهادي دايما كده ده يعرف إن هو شخص رزين، ميندوش تقريبا أي مشاكل أو عقد نفسية من النوع ده. ممكن يكون في عقد تانية، بس ده على الأقل ده، لأن الموضوع ده متعلق بالشخصية أكتر من أي حاجة تانية. فلازم نمسك الشخص اللي زي ده ونعاقبه بالإخصاء عشان نقضي على أي حد بيحاول يدمر شبابنا أو بناتنا أو أطفالنا الصغيرين، لأن الأنواع دي أنواع مريضة يجب القضاء عليها تماما، وهو ده معنى الشذوذ الجنسي الحقيقي. أرجو إن الحكومة تهتم وتحط قانون للموضوع ده، إن ده بيدمر مستقبل شباب كتير جدا وبنات كتير جدا وأجيال، وبيدمر أطفال لإنسان مريض. فيديو قذر زي ما انتوا شايفين، معرفش هو بيستمتع ازاي يعني بالقذارة دي، حتى لو شخص كبير مع شخص كبير بقذارة برضو. مفيش أحسن من يبقى واحد طبيعي مع واحدة طبيعية بأسلوب طبيعي في علاقة طبيعية جدا، متجوزين طبعا. غير كده اسمه أي كلام، ولو مع راجل اسمه شذوذ، سواء كده أو كده، سواء إيجابي أو سلبي. ومع أطفال دي قمة الشذوذ والقرف. فين الاستمتاع؟ إنسان مريض لازم تتعالج، عندك عقد نفسية. سلام.